السلام عليكم شباب، كيف نتوما؟ بخير مزيانين، نتمنى تكونوا مزيانين، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم. اليوم الدرس كنا بديناه آخر حصة على حساب verbs، يعني الأفعال. إذا الأفعال كيف ما كنعرفوا هنايا أو كيف ما غتعرفوا دابا، هما مقسومين إلى ثلاثة. كاين main verbs، يعني الأفعال الأساسية، كاين auxiliary اللي هي أفعال مكملة، وكاين models اللي هي أفعال، قلنا أفعال أساسية، أفعال مساعدة، models كيمشي قبل الفعل الأساسي، يعني قبل main verbs كيمشي المودل، هو بيدو verb ولكن ما كيتحسبش شي verb، كيتحسب مساعد وصافي. يعني هادو مودلز مسميه. غنعدلو درس اليوم خاص ان شاء الله الحصه اللي ما جا، لان شويه صعيب وشويه معقد. صافي، اذا غنحاولوا نفهموا شنو هما المين فيربس وشنو هما اوكسيلاري. صافي، غنحاولوا نفهموا هاد القاعده هادي. المين فيربس اللي هما الافعال الاساسيه، الدوره كتنقسم على جوج اقسام، كاينين ريغولار فيربس وكاين ايريغولار فيربس. يعني ريغولار من خلال الريغولار نحاول نكتشفوا شنو، نعرفوا شنو هو الريغولار. يعني حاجه معوضه، ريغولار الريغولار شي حاجه ماشي معوضه. هي واخا غنكتشفوهم دابا مع بعضياتنا. الريغولار فيرب هما الافعال doesn't change، يعني اذا صرفناها في سيمبل باست ولا في باست بارتيسيبل، يعني في الماضي اذا صرفناها ما كتبدلش، كنعملو لها غير يدي في الاخر. نقول لكم فحال ياش، فحال وانس، فيرب وانس، راه اريد وانس، فيرب وانس، اي وانس تو كلين مثلا، اريد ان انظف، يعني هذا فيرب. اللي صرفناه اردت يعني في الماضي ما كيتبدلش، كيرجع وانتد، كنعدلو ايدي. فهمتيني؟ الافعال اللي كيكونوا في حاله هي ريغولار كاملين بهم، كما كنصرفوهم في الماضي كنزيدو لهم غير ايد، كنزيدو لهم شي حاجه اخرى. صافي، بحال تاتش، تاتشيت، فهمتي؟ يعني لمسا، تاتشيت، المسو، تاتش، اي تاتش، انا المس، اي تاتشيت، انا لمستو، فهمتوني؟ اي ليرن، انا اتعلم، اي ليرند، انا تعلمت. اذا الماضي كنعدلهم غير ايدي، هادو ريغولار فيربس. و ايريغولار فيربس هما كيتبدلوا بالنسبه للسيمبل باست بارتيسيبل، يعني في الماضي جوج احوال ديالو كيتبدلوا، يعني الفيرب كيتبدل ما كيبقاش نفس الكتابه وماشي نفس النطق. متفقين؟ غنقول لكم، نعطيكم مثال، مثلا بحال دو، بحال جو مثلا. اذا دو سيمبل باست كيرجع ديد، حولي سيمبل باست كيرجع ديد، وفي باست بارتيسيبل كيرجع دان، او جو سيمبل باست كيرجع وينت، باس بارتيسيبل كيرجع غان. فهمتوني؟ يعني هادو الافعال اللي كتبدل. مثلا قولوا نعطيو شي فعل اخر، مثلا هاف كيرجع هاد وهاد. يعني الافعال اللي كتبدل في الصرف ديال هاد الماضي كتكون ايريغولار فيرب، والفعل اللي ما كيتبدلش كنعدلو غير ايدي، كيبقى نفس الفعل هو كنزيد له غير ايدي، هذاك كيكون ريغولار. متفقين؟ نمشيو اوكسيلاري، يعني الافعال المساعده. الافعال المساعده كتكون غالبا حتى هي عاود كتسبق الفعل الاساسي، يعني فحال بحال الموتور كيكون فعل مساعد. فهمتوني؟ كيكون واحد الفعل مساعد، ما كيكونش عاود هو اساسي بحال اللي شفنا. اذا نشوفوا اوكسيلاري، بحال مثلا نبداو فعل الكينونة. هذا verb to be نسميوه فعل الكينونة،
هذا الكينون علاش قلنا له كينونة؟ لأنه هو بي يعني كون بي بي سمارت كون ذكيا فهمتيني يعني. دخلنا يعني صرفنا الماضي فعملو I was student كنت تلميذا فهمتوني؟ إذن verb to be وفعل كينونة هو to be وغنصرفو هو نجيب لكم مثال to be verb to be هو I am you are he is she is it is we are and they are هذا هو verb to be يعني إذا جبنا I يعني أنا he هو she هي it غير العاقل you سواء أنت ولا أنتم we and they عدلكم هنايا verb to be am is are هذا هو الصرف ديالو في present في الحاضر متفقين اذا ملي غنبغي نقول مثلا انا نقولوا انا استاذ انا استاذ ما نقدرش نترجموها كما هي مثلا انا اي استاذ هو تيتشر ما نقدرش نقولوا اي تيتشر لا نعدلو اي تيتشر واخا انا ادرس شي حاجه ولكن اي تيتشر غلطه كنعدلو اي ام تيتشر اذا ها هو الفيرب تو بي يعني هنايا فيرب ولكن غيدخل يقدر يكون مساعد انا نعطيكم مثال نعدلو I am teaching ولا I am learning مثلا some I am reading some books يعني الفيرب كيدخل مساعد هنا كاين في الجملة الفعل الأساسي كنخليه وكيكون هنايا في الصرف ديالو مساعد ما كيكونش فعل أساسي فهمتوني كذلك بالنسبة دو و هاف دو كذلك verb to do هو الفيرب العامل do something افعل شيئا يعني اعمل شيئا اعمل شي حاجة do something فهمتوني يعني قولوا do your homework يعني اعمل قول هنا ديك التمارين المنزليه ديالك فهمتوني دو سام سبور يعني افعل اعمل شي حاجه ضروريه متفقين اذا هذا هو فعل العامل هذا نقدروا عاود نستعملوه في شي فعل عاود تا هو كيكون مكمل نقول لك بحال ايش بحال كنسقسيك كنقول لك اولا يو هاف ماي بوك يعني تينا عندك الدفتر ديالي ولا الكتاب ديالي يعني بوك هو كتاب والنوت بوك هو الدفتر كنقول لك انتينا عندك الكتاب ديالي تجاوبني انتينا تقول لي نو اي دونت هاف يو اي دونت اي هاو دونت هاويفر دو نوت يور بوك او لا يو ليرن انت تتعلم نقول لك ما كنتعلمش اي دونت ليرن هاي دونت ليرن اذا الفعل الاساسي والفعل المكمل متفقين يعني فعل مساعد فعل اساسي كذلك بالنسبه نهاف هاف هو فعل تملك يعني عندي اي هاف سمثينغ يعني عندي شي حاجه فهمت يعني اي هاف ا بن عندي بن يعني هو ديالك I have it يعني عندي متفقين هذاك هو فعل have هاد الأفعال الأساسية غنعدلو لهم هاد الأفعال المكملة غنعدلو الدراس ديالو بوحديتو غنبداو بالأفعال
الاساس هي اليوم افعال. اسمحوا لي نقسم لكم بداو الافعال مساعده نصرفوهم في بريزنس ونصرفوهم في الماضي باش نعرفوهم كيفاش كيتصرفوهم. ساهلين بزاف يعني كيفاش نقولوا انا عندي الحاجه دابا ولا كانت عندي حاجه ماشي كيف انا دابا وكنت. وكذلك مثلا الدائره كامله اذا غنمشيو فير تو بي غنصرفوه في سيمبل باست وغنصرفوه في باست بارتيسيبل. اذا غنعدلو اي هذا بريزنس ديالي يعني الحاضر بريزنت باست بارتيسيبل سيمبل باست. غنعدلو اي وهي وشي وايتس you we they. اذا verb to be في البريزنس بعدناها اي كنعدلو اي ام. اي ام دكتور انا دكتور. اي ام ستودنت انا تلميذ. اي ام تيتشر انا استاذ. اي ام اتليت مثلا انا رياضي. اي ام كوتش انا مدرب يعني كنعبروا على الحاجه اللي هي دابا انا كنهضر معاك في الحاضر ديالي ما كنهضرش معاك في الماضي. متفقين؟ اذا اي ام هي وشي وايتس كنعدلو نكتبهم از. اذا فهمت جبرتي شي جمله از عارفه فيرب تو بي وان كذلك. متفقين؟ اذا از كنعدلو هي از شي از ايت از. مثلا هو he is student she is my sister so it is my cat يعني it is قلنا لي غير العاقل ولا it is my car الطوموبيل ديالي ولا it is my cat القطه ديالي. he is my brother she is my sister هذيك خي يعني دابا كنهضر دابا ماشي كانت. متفقين؟ يعني دابا كنهضر معاك في الحاضر. هذيك اختي هذاك خاي هذيك القطه ديالي هذيك الطوموبيل ديالي. متفقين؟ يو يو ويو يعني سواء كانت يو في الفرد سينغولو ولا بلورال في الجمع. وي وداي اربعه ديهم كنعدلو لهم ار يعني هذا بيدو فيرب تو بي ار. مثلا يو ار my friend يعني انت صديقي. متفقين؟ كل شيء. you are my students يعني انتما تلاميذ ديالي. we are friends نحن اصدقاء يعني دابا كنهضروا في الحاضر. they are my family my family يعني هما عائله ديالي. they are my family. متفقين؟ هذا verb to be اذا تصرف في present في الحاضر. غنصرفوه في الماضي على جوج كاين simple past و past participle بعد نشرح لكم شنو كيختلف فيهم. اذا I am قلنا انا ياك انا عدلوه simple past was. متفقين؟ was صافي. اذا صرفنا هذا بيت صرفنا بي بوحديته بي كترجع بين بي بين هنايا. ولكن هنايا عندنا هنايا يعني كنهضروا على الضمائر اي هي شي ايت يو وي ذي. كنهضروش الى فيرب يعني كنهضروا على الصرف ديالو لانه هو مساعد. فيربات اخرين ما غيتصرفوش كيف ما كتشوف انتينا. صافي. اذا قلنا I was كنت مثلا I was a student كنت تلميذ أنا كنت تلميذ. فهمتيني؟ he وshe وit كذلك was. كنشوفوا مثلا شي طوموبيل جايزة كنقولوا it was my car كانت طوموبيل ديالي كانت فواحد الزمان طوموبيل ديالي دابا.
أو لا it was my dog مثلا كان كليب ديالي الحق ده بلا يمكن أعطيته شيء وحيد ولا she was my friend يعني كانت صديقة ديالي هو he was my teacher كان أستاذ ديالي كان معلم ديالي يعني was كان متفقين you we they كان عندو له where إذن سهلة في الماضي باش ما تسلفوشي للفرد كان عندو له was اللي عندنا is وللجمع كان عندو له where منو ديك you الفرد إذن where عاود نقولوا واحد المثال على where you were my friend انتينا كنتي صديق ديالي you were my friends انتم كنتم اصدقاء ديالي friends we were friends كنا اصدقاء دابا لا they were my friends هما كانوا اصدقاء ديالي اذا هذا هو الفير to be كيف ما كتشوفوا في present حاضر والماضي بحالتيه تفقين اذا نشوفوا فيرب اخر اللي هو do اذا do نشوفوه في البريزنت I do كاملين بيوم هادو اللي كتشوفو كاملين do present I do أنا أعمل he do هو يعمل she do it's do you do we do and they do كاملين كنعملو واحد حاجة مثلا I do my homework أنا كنعمل تمارين المنهجية ديالي he do exercises sport يعني سيد كامل تمارين رياضية she do مثلا نقولو homeworking او لا نقولو مثلا she do dinner مثلا تعدل العشاء eat do نقولو هنا يا eat do مثلا إذا كنا نطونوبير يعني شي حاجة اللي غير العاقين نقولو قطيوط مثلا فهمتوني eat do something يعني هو كيعمل شي حاجة نقولو هنا بحال كيفاش نقولو غير العاقل مثلا قطيوط كيعمل كيخربش كيعمل مثلا كيلعب فهمتوني يعني نقدرو نقولو eat do عملو اللي بغيت يعني نجيب لكم شي مثال يعني للقط باش يجي هو هذاك it do something terrible يعني هو كيعمل شي حاجة فظيعة يعني خربش ولا كيهرس ولا فهمتوني يعني لغير العاقل it's you do something we do something and they do something كنحاول ما امكن كونسيبت معكم باش تفهموني فهمتوني ولا عندو شي مشكل ما فهمش شي حاجة يحاول ما امكن يقولها لي باش نصلحها لكم ولا نحاول نصلحها اذا قلنا verb to do في present كيكون do I do you do he do she do it's do you do we do and they do متفقين اذا هذا do في present غنشوفو simple past I did انا عملت I did an accident مثلا انا عملت حادثة متفقين he did his exercise مثلا هو عمل تمارين ديالو she did breakfast هي عدلت الفطور يعني هادو كاملين did في simple past في past participle كنعدلو done كيف ما قلنا قبيلتي هذا كيدخل تصرفناه في شي يعني اذا ما كانش مساعد كان اساسي غيكون irregular verb حيتاش كيتبدل واذا كان مساعد
غيكون auxiliary تفقي إذن علاش هو مساعد وهو كيتصرف حاله فحال آخر هنا نقول لكم علاش حيت في الجملة مثلا تقول لي انتينا مثلا you cry انتينا كتبكي نقول لك لا I don't cry يعني don't هي do not short form ديالها وصافي I do not cry هنا ما كنبكيش اذا هو الفيرب الاساسي cry فهمتيني وهذا دو هو مكمل مساعد اذا ماشي فعل اساسي فهمتوني يعني هو ماشي دائما كيكون مساعد يعني ساعه كيكون مساعد اما هو بدو كيتصرف اساسي اذا قلنا مثلا I do my homework انا كنعمل التمارين المنزليه ديالي غيكون اساسي ما كاينش شي فعل اخر من غيره I do my homework تفقي ولكن اذا قلنا I don't do my homework I don't do I don't يعني انا ما كنعملش التمارين ديالي فهمنا يعني ما كاين يعني هو verb to do to have to be هما اللي كيكونوا مساعدين من غير هادو ما كيكونوش مساعدين تفقين ها علاش قلنا don't حتى جو نيجاتيف ديالو I don't تفقين اذن هذا هو verb to do اذا صرفناه هو يعني حتى هنايا كيقدر مثلا نقول لك واش انت اللي عملتي هذيك مثلا you did نقولوا accident واش انت عملتي الحادثه انت عملتي الحادثه نقول لك لا I didn't do accident يعني انا ما عملتش الحادثه I didn't يعني صرفنا النيجاتيف ديالها او كنزيدو لها نوت نوت هو النيجاتيف didn't do accident صافي يعني هنا باش كنقول له قلنا يا auxiliary يعني كيكون مساعد هذا بالنسبه verb to do نشوفوا الverb to have هو قلنا for property يعني الملكي يعني التملك ديالك شي حاجه ديالك I have it yeah لدي I have it تفقين إذن I have my family عندي عائلة I have a family عندي عائلة فهمنا أو لا I haven't يعني negative ديال I would have not I haven't يعني عندي ما عندي I do كنعمل I don't ما كنعملش I have عندي I have not ما عنديش تفقين مثلا نعود verb to be كنقولو I am not you are not تفقين ده هاد اللي كيدخل فيهم النيجاتيف ديالي إذن قلنا verb to have بالنسبة present هو كيفقى بالنسبة I كيكون have he she و it كنعدلو has و اللي بقاو have كيتبدل غير في it و she وهي يعني هو وهي اللي غير العاقل كنعدلو هاز صح في present يعني في الحاضر مثلا I have a pen عندي a pen إذا قلنا هو he has pen he has لديه أو لا شي she has a pen تفقين إذا نعاود اللي غير العاقل it has a ball مثلا لديها أو لديه كرة تفقين ولا كنقولوا هاد الطوموبيل عندها موتور كبير فهمتيني كنقولوا مثلا this car has لان هي it this car has big engine يعني عندها قول هنا موتور كبير متفقين اذا نشوفوا السيمبل باس ديالها did اسمحوا لي هاف هذا
simple past كان عاد لو had ليهم كاملين I had had مثلا I have a pen عندي مثلا pen اللي هو قلم I had pen كان عندي فهمتيني كان عندي I had a pen يعني في الماضي مش دابا I had have had I have right now I had in the past صافي هي كذلك ومثال ما كان بدلو فيها شي حاجة نزلها إس ولا هاز لا كتبقى هي هذي في simple past كان عدلو had I had something مثلا he had a coat يعني كان لديه معطف now he have not إذن it's كذلك you we they كاملين كان عدلو had و past participle كذلك كان عدلو had يعني ما كيتبدلش في simple past و في past participle كيبقى had had يعني إذا سمعتي I had ولا he had ولا شي حاجة عرف شي حاجة كانت عنده في الماضي يعني ملك هو في الماضي ماشي دابا تفقي هذا هو في الأفعال الأوكسيلوري يعني هي الأفعال المساعدة حنا شفناها واللي عنده شي سؤال حوله نحاول نشرحه له الأفعال الأساسية نشوفنا قلنا regular verbs و irregular verbs هما regular verbs يعني ما كيتبدلوش في simple past past participle كنزيدو غير ايتي و irregular verbs اللي شفنا فحال دابا فحال have فحال do فحال go كيتبدلو يعني لا في simple past ولا في past participle كيتبدلو في الصرف ديالهم الماضي ما كيتبدلو ماشي فحال regular regular كنزيدو غير ايتي كيبقى نفس الفورم ديال verb كنزيدو له ايتي وصافي الافعال الاساسيه هما كينقسموا على جوج كاين افعال ظنيه كاين افعال حركيه مثلا كاين اي ثينك انا افكر اي جيس انا اخمن يعني شي حاجه فكريه وكاين اي دو انا كنعمل شي حاجه اي وورك كنخلف اي ران كنجري صافي اي بيلد يعني كنبني يعني كاين افعال اللي هي اساسيه كتقسم على جوج كيف ما قلنا على افعال ذهنيه وافعال حركيه فهمتوني المودلز ان شاء الله غنحاولوا ما امكن نعطيهم فرع في الحصه القديمه المودلز كاين تبارك الله كاين ويل وود شول شول كاين ماس كاين ماي وماي ميت كاين شول وشول يعني كاين بزاف د المودلز خصنا نشرحوهم هما ماشي شي حاجه كبيره خص غير شويه د التركيز وصافي على حساب هما كنستعملوهم غالبا اما في سيرتين يعني شي حاجه اكيده كنكونوا متاكدين منها اولا في بوسيبل شي حاجه مسموحه امبوسيبل غير مسموحه كنقولوها في ميك ريكويست ملي كنجيو نطلبوا شي حاجه كنعدلوها كذلك في سكيلز ابيليتيز يعني كنجيو نعبروا القدرات ديالنا اولا المهارات ديالنا كنقولوها كذلك في ساجيشن يعني اقتراحات متفقين هذه اللي كنستعملوا الافعال اللي هي من المودلز وما كيجي مور قبل الفعل الاساسي مباشره فحال بحال ديك اللي كنا كنشرحوا دابا الاوكسيلري كيجي قبل الفعل الاساسي مباشره كيكون انا كنقولو نعطيكم واحد المثال بسيط يعني كاين واحد المودل must دي واحد المثال I must go now لابد نمشي دابا go اذا الفعل الاساسي وهذا مص يعني موضوع كيكون كذلك مكمل وصافي ما كيكونش وانا قلت لك فوقاش كنستعملوهم قلت لكم وغنحاول ان شاء الله غدا اذا قدرت غنعطيكم درس شامل اليوم لان شويه طويل متفقين اذا اللي خصو شي حاجه شباب مثلا بزاف الناس صردوا لي خصهم تمارين خصهم شي كنصرد لهم تمارين كتجيو لي كذلك في الرسائل والتمارين اللي كنت نزلتها بزاف الناس صردوهم لي في الخاص ورجعوا لي صححنا مع بعضياتنا الانسان اذا طلب تمارين وجاوب عليهم كيستافد اكثر واكثر حيتاش كيعمل واحد المجهود ذهني باش يجاوب اذا موعدنا ان شاء الله في الدرس اللي ماجي شكرا بزاف نتمنى تكونوا استفدتوا واللي كيما قلنا عنده شي اقتراح عنده شي حاجه في شي حاجه سواء كانت طريقه الالقاء ديالي ولا الشرح ديالي ولا في الدرس شي حاجه ما فهموش مرحبا به ما كاين حتى شي مشكل
يلا سلام عليكم، تلقوا الدرس الماشي ان شاء الله.